يعني موسيقى رائعة فعلا ودمجها بالآلات الشرقية، وقدرت فعلا هذا النوع من الموسيقى اللي تحجز لنفسها مكان كبير ويكون لها جمهور عريض في بلدان عربية كثيرة. لمزيد من التفاصيل رحلة كايرو ستيبس العالمية بينضم إلينا عبر زوم من ألمانيا الموسيقار باسم درويش مؤسس الفرقة. صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح جديد. يعني عازف العود الملحن سفير الموسيقى المصرية في ألمانيا. يعني سيد باسم، في البداية عايزة أسألك عن إزاي إن أنت استطعت تدمج هذا النوع من الفن وإجادتك لآلة العود بالموسيقى، هذا النوع من الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز. صباح الخير، شكرا على المقدمة الجميلة. دي المزج ده هو حياتي في المانيا، يعني دي حوالي 32 سنه في المانيا بعيش، وده يعني الشخصيه بتاعت المزج دي هي مش متعمده، يعني هي مزج بين ثقافتنا المصريه وبين الثقافه اللي متواجد فيها من 32 سنه اللي هي كلاسيك وجاز. حضرتك شفت دلوقتي مقطع اسمه جاردن سيتي، دي بنمزج فيها ثلاث انماط موسيقيه: الموسيقى الشرقيه، الموسيقى المصريه يعني، وموسيقى الجاز والكلاسيك مع اوركسترا القاهره، اوبرا القاهره. فالمزج ده انا مش حكايه انا استطعت، انا لم استطع، انا ده يعني ده شخصيتي عفويا، هي الحكايه طلعت كده يعني. لكن في الاخر صنفت تصنيف كاتيجورايز معين، هو كروس اوفر جاز ولا اورينتال جاز وات ايفر، بس انا مش شايف ان هي يعني ليها تصنيف معين، هي يونيك وليها اسم معين، كايرو ستيبس. استاذ باسم، بعد التحيه ما بتتخوفوش لما تدخلوا الات شرقيه مع الالات الغربيه بالنسبه للجاز؟ والمعروف انه الجاز معتمد اكتر على السولوهات والالات الغربيه من جيتار وبيز وكيبوردز، ما تخوفتوش من المزج ده؟ وهل بتتعمدوا ان انتوا تبقوا عاملين مقطوعات جاز مخصوص بالطابع الشرقي؟ والناس بتستقبلها ازاي؟ يعني قول لنا في المانيا وبقيه انحاء العالم بيستقبلوها ازاي؟ شكرا حضرتك على السؤال ده. فعلا هو التخوف كان موجود من فرقه، يعني الاثنين المصريين والالمان فرقه كانوا خايفين جدا. انا يعني في وجهه نظري، يعني انا مغامر جدا في الموسيقى، وببقى دايما بقول للفرقتين، احنا عندنا فرقه مكونه من عنصرين، عنصر المان وعنصر مصريين، بقول لهم لو المقطوعه دي نجحت النجاح هيكون لنا كلنا، لو فشلت انا اللي هفشل لان انا في الوش. فاحنا فعلا في يعني محادثات كثيره بتحصل، مثلا اخر حفله عملناها في الماركيه في مصر من 10 من اسبوع، اقل من اسبوع كمان، دخلت اول مره المزمار والنقرزان، المزمار الصعيدي والنقرزان وسط مقطوعه بمفاجاه جدا للجمهور على المسرح، ومعايا عازف هارب وعازف ساكسفون وعازف جيتار زي ما حضرتك قلت. هو الموضوع ازاي نعمل المزج ده، يعني هي كيفيه عمل المزج، هي مش موضوع نحط ده على ده وخلاص، يعني الموضوع في رولز في الموسيقى، والرولز دي في كل الحضارات واحده. فبحاول اشوف زي عامل مشترك موسيقي نمشي عليه ونبني بس عليه. دي جرأة شديده، دمج المزمار والالات المصريه بزياده. يعني اخر مره كان فعلا بزيده جدا، يعني انا قبل كده مزجت الشيخ ايهاب يونس مع حاجه كلاسيك لإريك ساتي من فرنسا، وبعد كده قبل كده عملت حاجات زي كده مشابهه يعني، لكن المره دي كان بجد يعني انا تقلت شويه، جبت عم سيد الحسيني هو عازف المزمار الشهير في مصر، ومع محمد عازف النقرزان والطبلة الكبيره دي الصعيدي دي، ودخلناهم في وسط الشو، وطبعا لقت نجاح كبير. انا شفت تفاعل الجمهور في الفيديو وحاسس بيه على المسرح، طبعا معناه ان احنا موسيقتنا او ثقافتنا هي قادره ان هي مش بتتلون، قادره انها تلون ثقافات تانية بلونها. ده اللي كان قصدي من كايرو ستيبس، ان بجيب ثقافات تانية واخليك تخش عندي انا مصر مش العكس. عشان كده طبعا ده ابداع، ده إبداع، وأكيد المزج والموسيقى دي لقت استحسان كبير عند المصريين. لكن فن الجاز عامة هل يجد إقبال مناسب بالعالم العربي؟ للأسف لا، للأسف لا، لأنه مش مفيش حد بيدعمه في العالم العربي. يعني العالم العربي مهتم دايما بالكوميرشال،
لان حضرتك لازم تشوفي الموضوع من ناحيه تانية، ان اي فن في العالم لازم يكون سبورتد بسبونسرز علشان يبقى فن يعني زي ما بيقولوا عليه اندبندنت، يقدم ثقافه بشكل قويه. وده كان عندنا في مصر زمان، كان في فنون كتيره في سبورترز لمصر موسيقيا، فمصر بجد قلعت الموسيقى والفن في العالم العربي، يمكن من العالم كمان. لكن حاليا للاسف احنا عندنا هجره للعقول الموسيقيه الفنيه من مصر، وده ان الفن اللي هو السيريس ميوزك، الموسيقى الجاده والهادفه، مش لاقي اي اهتمام من اي سبونسرز. السبونسر دايما بيدور على هيبيع للطبقه الكبيره في الشعب ازاي، يعني بيقيسوا دايما من ناحيه الماركتنج. بس استاذ باسم اسمح لي، الانترنت كسرت جزء كبير من ده، وطريقة تقديم الموسيقى وكمان تصويرها والفيديو اللي احنا كنا بنشوفه تقريبا ده متصور عندنا في مصر في الطبيعة الخلابة تقريبا في البحر الأحمر، فطريقة التسويق والإنترنت غيرت كتير في طرق تسويق الموضوع للمنطقة عندنا العالم العربي. بالظبط بالظبط، هو كذا كذا كومبوننت. يعني انا بس عايز اظهر نقطه، ان احنا عندنا شركات كبيره في مصر، كل شركه في مصر من الشركات الكبيره دي، مش هنقول كل شركه، لو 10% من الشركات الكبيره في مصر اهتموا بالثقافه الجاده، هنوصل لمرحله مهمه جدا في الفن في مصر، هنرجع تاني الموضوع ده مصر. لكن للاسف الاهتمام بيكون متجه لايه اللي هيبيع للشباب الكونسيومر عشان يعمل ريفينيو، عشان يعمل مكسب مادي. وفي نفس الوقت احنا موسيقيا للاسف يعني عندنا اهمال في كل حاجه، اهمال في الجاز، مفيش حد يعني، في مهرجان جاز واحد بس في مصر، واللي بيعمله بيتبهدل كل سنه عشان يعمله، دي له 10 سنين او اكثر من 10 سنين، عمرو صلاح. وعندنا اهمال كمان في التصنيع، الالات الموسيقيه المصريه مفيش حد بيهتم بالتصنيع، بصناعه الالات الموسيقيه المصريه، وفي دول ثانيه خدت منا الصناعه دي خلاص، وخدوا الصناعه بتاعتنا عندهم، وخدوا الصناع عندهم. فاحنا لازم نستوعب ده، ويكون عندنا رياكشن بسرعه، او اكشن مش رياكشن كمان. لكن اعتقد سيد باسم يعني هذا النوع من الفن اللي حضرتك بتقدمه بيلاقي استحسان كبير من الشباب، يعني بمزجك للعديد من الالات الشرقيه لموسيقى الجاز، لكن حضرتك كمان بتسمي مقطوعاتك باسماء مصريه قوي زي دهب، عنبر وغيرها من الاسماء. سر تسميه المقطوعات الموسيقيه بالتحديد بالاسماء دي؟ هي ممكن حضرتك تقولي نوع من النوستالجيا، يعني نوع من النوستالجيا بتاعتي لما بنزل مصر بروح اماكن معينه بيجي لي ريحه وطعم ولون من البلد او من المكان، زي مقطوعه اسمها مقطوعه جاردن سيتي، او عامل مقطوعه عن كافي جروب بشارع عدلي اللي اهمل تماما وانتهى للاسف، من اهم الحاجات اللي هي تاريخ مش بس في الثقافه والسياسه في مصر، ده تاريخ معماري، كافي جروب في شارع عدلي. عملت مقطوعة عن سيوة، عملت مقطوعة عن النوبة، نوستالجيا أو أرجع طفولتي وشبابي لما كنت في وسط البلد بتمشى وأشوف شارع عدلي، بشوف بروح سيوة، بروح سينا، بروح أسوان، النوبة وهكذا. فأنا يعني مقطوعاتي كلها مستوحاة من أماكن في مصر، لوكيشنز في مصر، ومن مواضيع عن مصر يعني، وحتى الصور اللي بعرضها في الحفلات ورايا كلها عن مصر يعني. في فنان بيرسم ليا الكاريوستيبس، صورنا اللي هي الفيجوالز على المسرح مخصوص، اسامه بشرى هو درس ايجيبتولوجي في مصر، بيرسم لينا الصوره اللي احنا بنستخدمها ورانا في الحفلات في المانيا. وبيجي لي كم ناس كبيره جدا بعد الحفله في المانيا عايزين يروحوا مصر بصراحه، يعني انا اقدر املى قاعه بالمان لو لقيت طيارات تنقلهم منهم، لكن للاسف حاولت ما نفعش قبل كده. أستاذ باسم، إيه الخطوات اللي ممكن تعملها عشان تسوق أكتر للموسيقى الجاز والموسيقى الخاصة بتاعتك، يعني فيها زي ما بنشوف إبداع وفيها شغف وفيها حب الأرض يعني والماضي، زي ما بتتكلم حلو عن مصر وبتسوق لمصر، فكومبوننتس بتاعتها كتيرة ولازم تتسوق، إيه خطوتك الجاية؟ انا نفسي اصور اكتر في مصر، لكن للاسف عندنا ريستريكشنز في التصوير في مصر متعبه جدا، حتى لو انتوا يعني خدتوا بالكم في شويه تصريحات، لكن للاسف احنا عندنا في مصر قانون
تم تعديل حاجات كتير تخص ده يا استاذ باسم، وان شاء الله تنورنا وتصور في مصر وتصور فيديوهات اكتر من كده. ونتمنى طبعا انه الموسيقى الجاز والستايل بتاعكم ينتشر اكتر، وحضرتك طبعا سفير لينا بره مصر. بنشكرك جدا لتواجدك معنا الفنان باسم درويش مؤسس فرقه كايرو ستابس العالميه. ميرسي خالص.